اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم. واخا الحلقة ديال البارح ما تشافتش نهائيا، أنا غادي نستمر وغادي نحط لكم الجزء نتاع البارح. ولكن قبل بغيت نقول للناس، واخا ماشي هذا هو الموضوع، مها اللي كانت محبوسة في الجزائر، بغيت نقول لكم بلي أنها من بعد ما كملنا المبلغ اللي هو 2 مليون ختنا مها الحمد لله قدرت تدخل المغرب البارح، وهي اليوم على خير. كيفاش تدخلت؟ كاين شي تفاصيل اللي غير مسموح اننا نعطيوها، ولكن بغيت غير نقول لكم بلي انا والحمد لله دخلت عند مامتها. مامتها اللي كتبكي بالفرحه، كتبكي وهي كتدعي معاكم، كتدعي معاكم على اساس في علمها بلي انه دات اعلان في فيسبوك بلي انها محبوسه في الجزائر، وناس تعاطفوا معها وتعاونوا معها. فدعات معايا انا اللي عند بالها بلي انني انا المسيره نتاع داك الجروب في الفيسبوك، ودعات مع اي واحد دعا معها وصفت ليها باش انها تقدر تعاون راسها. بغيت غير نقول لكم بلي انا وهي دابا دخلت المغرب الحمد لله سالمه غانمه، ما دارش عليها قليل باش قدرت تدخل، ولكن الحمد لله. سلامة بنتي، كي راكي لاباس؟ مزيانه هانيه، سي دار عائلتك كلشي لاباس؟ وحيدتي وقفتي مع بنتي، الله يجعل سي دار بي وقف معاك حبيبه، الله يكثر خيرك، الله يخلف عليك. قالت لك وقفات معايا البنت، واخا غير كلام الخير. الله يرحم لك الوالدين يا بنتي، وشكرا بزاف والله بنتي، لا دمرت بالله. راه تما عيد نقولها بنتي الواحي ما صابت كي يدير لجي، والله الا جات واحد التكرفيسه فيها ما نقولكش. اي والله يرحمك الوالدين بنتي، الله يجد لك صحيحتك وشد ما عز عليك. كي وقفتو معاها الله يجعل سيدي ربي يوقف معاكم، الله يجازيكم بخير. كي جمعتو لنا كبدتنا الله يجعل سيدي ربي يستركم، الله يرحمكم الوالدين بنتي. ما نقولكش يا بنتي والله العظيم الا مين جات بحال اللي عاد ولدتها، هي تبكي وانا نبكي، هي تبكي وانا نبكي. والله بنتي لا زعما انسى، هي مشات وندمت، ندمت. قلت يا بنتي تقطع بيها ثم العمل ما صدك يدير تجيب الفلوس مشات لها. الحاسبين الله، الحاسبين الله، الحاسبين الله بنتي، الله يجازيك بخير، الله يخلف عليك حبيبه. شكرا بزاف يا ربي، هو اللي خلص لك هذا الشيء اللي درتي. انا بغيت نشكر الجزائريين اللي كانوا تما وتعاونوا معاها، اللي شحال من واحد مشى وشافها. بغيت نشكر كل مغربي، كل مغربيه اللي تعاطف مع الحكايه ديالها وعطاها ولو قليل من جيبها. من دابا عرفتوا شنو كاين، اي واحد تعاطف مع القصه ديالها وبغى يعاونها وهي هنا في المغرب باش انها توقف على رجليها، غير قولوها ليا وانا غادي نخلي لكم النمره ولكم اجر ذلك. فغادي ما نعطلش عليكم اكثر، خلينا نقول لكم بسم الله ندخلوا في التتمه ديال القصه ديال البارح. تتم اللي قلنا فيها بلي انه سيدنا نوح عليه السلام خاف ليه تولد ما بينهم مولود ويبقى على الكفر فيحترق بجهنم، وخاف نوح عليه السلام انه يظل القوم المؤمنون الضعفاء القليلون اللي هما بقوا معاه. وهنا قلت لكم فين غادي توقع واحد المعجزه اللي كانت عظيمه اللي جلكم عارفه. وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. شفتوا الدعاء كيفاش داير؟ يا ربي ما تخلي حتى شي حد في الارض كافر بالله عز وجل الا وهلكوا. واش هذه كانت قسوه من نوح؟ لانه معروف على الانبياء بلي انهم تيحبوا الخير للناس، ولكن نوح عليه السلام شوفوا السبب اللي خلاه انه يدعي على القوم ديالو. قال نوح انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. يا ربي اذا خليتيهم غادي يضلوا العباد ديالك، ولا تنخاف على المؤمنين، على الثله المؤمنه انها تظل. الهدايه تقفلات ولكن الضلال مازال ما تقفلش. ايضا كنخاف بلي انه يتولد لهم مولود ويبقى على الكفر ويدخل جهنم. يا رب راه ما كاينش حل الا انك تهلكهم جميعا. وهنا مولانا تعالى غادي يستجب وامر سيدنا نوح باش انه يصنع السفينه الشهيره. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. سيدنا نوح غادي يصنع السفينة، ولكن يا نوح إياك أنه يجي اليوم لتخاطبني فيه وتجادلني في الذين ظلموا والذين كفروا، ما تخاطبنيش فيهم وما تجادلنيش فيهم لأنهم مغرقون جميعا. كان نوح كيعيش في صحراء، كيعيش في بادية، في البراري، جبال وصحار. إذا بنوح ما عارفش كيفاش أنه يصنع السفينة، فأمر مولانا أولا باش أنه يزرع الأشجار ويتسناها حتى تكبر. من بعد أوحى الله عز وجل وعلمه ليه، وعلمه كيفاش أنه ينجرها ويقطع الأشجار وينجر الخشب. فإذا بنوح عليه السلام كينجر الخشب وهو على راس جبل، وغيجي القوم ديالو لعنده وكيشوفوه كيضحكوا عليه ويسخرون منه. شو غادي يدير نوح لما خلى الدعوة إلى الله لما كان تيجادلنا؟ ودابا شافو حبس على الجدال وانقطع على الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، ودابا بدا كيزرع وبدا كينجر. من بعد بدا كيعلمو مولانا كيفاش غادي يصنع السفينة. قيل بلي أنه بقى على هاد الحال سنين وسنين اللي كانت طويلة في صنع السفينة العظيمة. كيقول ابن العباس السفينة كان الطول ديالها
1200 ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت من ثلاثة ديال الطبقات. كانت الطبقة السفلى للدواب والوحوش والحيوانات، أما الطبقة الوسطى كانت للناس والبشر، أما الطبقة العليا كاع كانت للطيور. ثم جعل الله السفينة مغطية باش ما تغرقش بالمطر، وكل ما داز عليه قوم ديالو كيبداو كيضحكوا عليه. كيصنع سفينة في الصحراء من بعد ما كان يدعو ربه، ولا دابا نجار كيصنع سفينة في الصحراء؟ كيفاش هاد القضية ما كتدخلش للدماغ؟ قلنا لكم بلي أنه مجنون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منك كما تسخرون. سيدنا نوح كيتحداهم، وقع على هاد الحال سنين طويلة حتى اكتملت السفينة ديالو، والناس مستمرين في السخرية. وشي كيدي الخبر لشي بلي أنه هذا اللي كيزعم بلي أنه رسول من عند الله ولا نجار وكيصنع سفينة، وهما غير غاديين وكيزيدوا في الضلال ديالهم حتى جا اليوم الموعود. قال نوح عليه السلام لقومه المؤمنين الضعفاء المستضعفين للفقراء اللي سماهم قومهم أراذلنا بادي الرأي، يعني هذوك اللي ما كيعرفوش حتى الحديث وما كيعرفوا حتى الكلام كما يزعمون. مولانا خبر سيدنا نوح بلي انه هناك علامة اذا وقعت يا نوح اركب انت والذين امنوا من كل زوجين اثنين يركبوا في السفينة، حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. بدا سيدنا نوح عليه السلام كيجمع الحيوانات من انحاء الارض كلهم، ما تسولوش كيفاش دار لها القضية لأنه هذيك قدرة الله عز وجل. تخيلوا في ذاك اليوم العظيم الحيوانات كتركب في السفينة، الدواب الحشرات الحيوانات كل شيء مخلط، الأليفة وحتى الوحشية، والناس كيتعجبوا والناس كيتضحكوا والناس كيسخروا. اللي ركب في ديك السفينة فقط سيدنا نوح والذين أمنوا وكاع الحيوانات من كل زوجين اثنين، لأن الحيوانات كلها غادي تموت، كلها غادي تغرق، وهو بحاجة من كل حيوان ذكر وأنثى باش أنهم يتناسلوا ويتكاثروا مرة أخرى. فإذا بسيدنا نوح كيقول للقوم ديالو اركبوا فيها بسم الله. لما صعد نوح عليه السلام والذين آمنوا قالوا الحمد لله، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لما طلع نوح عليه السلام ما ركبش معاه واحد من ولاده اللي سميته يام، أما مرته الكافرة كانت ماتت قبل هذا الحدث. لما ركب رفع يديه لمولانا عز وجل والناس متعجبين، شنو وقع لنوح؟ غادي يهز يديه سيدنا نوح عليه السلام لمولانا ونادى ربه الآن نصرك يا رب، ففتحنا أبواب السماء ماشي ينزل منها شي مطر اللي كان عادي، بل السماء تفتحت كاع الأبواب ديولها والماء بدا كيهبط الماء انهمارا من السماء، والأرض كتفجر والناس كيجريو والناس كيغوتوا كيطلعوا على السطوح ديال بيوتهم، ولكن الماء بدا كيوصل لهم، مشاو كيجريو لرؤوس الجبال، الأم كتحمل الأطفال ديالها والشيوخ كيجريو ومنهم اللي ما كاينش أصلا اللي قد أنه يوصل داك الجبال. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وإذا بالماء كيوصل للسفينة وكترتفع والموج عظيم، الموج كالجبال وهي كتجري بهم، ولكم أن تتصوروا ديك الأمواج اللي هي كيف الجبال كيف كتدير، جند من جند الله عز وجل، والناس كتغوت والطوفان وكيتلقى الماء من السماء مع الماء من الأرض. فإذا بنوح عليه السلام كيصبر القوم ديالو المؤمنون شوية غادي يبدأ كيقلب على واحد من ولاده، فإذا به لم يجده، فينا هو يام فينا هو يام، ولو ما لقاش عيا مسكين ما يقلب في السفينة في التحت في الفوق في كل شيء ما بين الناس، حتى غادي يبان ليه من بعيد ولده كيجري هربان من المياه ومن أمواج كالجبال. ونادى نوحا ابنه، ردوا البال كيفاش لفظ القرآن ابنه، قال يا بني، هاد اللفظة اللي كتدل على المشاعر ديال الأبوة، ولده فلذات الكبد ديالو، ظن نوح عليه السلام بلي أنه ولده اعتزل الكفار وبلي أنه آمن بالله وربما قاع يكون مؤمنا ولكن خفى الإيمان ديالو وربما قاع لم يكن من الكافرين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني، قال ليه أجي يا بني واعطني يدك، تعلق بالحبال يا بني، تقدم يا بني، أجي السفينة. طبيعي كيخاف على ولده من الغرق، سنة الله في خلقه. يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكنه الكبر والعناد، الكبر اللي خلى إبليس أنه ما يمتثلش أمر مولانا تعالى. ومرة أخرى
الكبر اللي غادي يخلي ابن نوح انه ما يتصنتليش. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اهل الدنيا مساكين كيظنوا بلي انه عذاب الله عز وجل قادرين عليه وقادرين على جند الرحمن، حتى هو في اصعب اللحظات ديالو قال سآوي الى جبل، غنمشي للجبل، ما نسبش الايواء لمولانا اللي خلقه، ولكن بغي يلجأ الى الجبل، غنطلع للجبل باش يحفظني من الماء. ومع هذا بقى قلب نوح عليه السلام مع ولده ابنه يام، وربما يكون مؤمنا وربما يرحم مولانا جل وعلا، وربما قاع يتوب عليه مولانا، وربما وربما فيناديه لا عاصم اليوم. كيشف ولده تيغرق وكتغرق المياه وكتضرب امواج كالجبال، ونوح عليه السلام عارف لانه هذا الماء ليس كماء في ايام عاديه ولكنه عذاب من الله عز وجل. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. واذا ولده تغرق مع الناس وكيختفي قدام عينيه، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا اله الا الله، غرق ولده قدامه. إنه الأب مهما كان فهو تيعطف على ولاده، كيبغي ليهم الخير ويريد الهداية ديالهم. نوح عليه السلام خاف على ولده فقال له يا بني أركن معنا ولا تكن مع الكافرين. تخيلوا الماء كيرتفع على البيوت، منهم اللي كيعوم منهم اللي تغرق. تخيلوا الأمهات والأباء هزين ولدتهم للجبال، تخيلوا المنظر كيفاش كاين. فإذا بالماء تيقول العلماء غادي يطلع على رأس ديال الجبل ب15 ذراع، ثم غرق أهل الأرض جميعا وهدأت الأصوات. ما غادي تبقى على وجه الأرض إلا سفينة اللي فيها الأحياء، فيها الناس اللي ما بقاوش بشر، فيها الناس اللي ما بقاوش كيشركوا بمولانا، واللي شافوا بعينهم كيفاش أهلك الله عز وجل أهل الأرض جميعا، واستجب الله دعاء نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلم يبقى فيهم ديارا. تيقولوا بلي أنه ظل نوح في السفينة هو والحيوانات والمؤمنون 6 شهور، ولكن بعض أهل العلم تيقولوا بلي أنه 6 شهور كانت كثيرة والعلم عند الله. فأرسل نوح عليه السلام واحد الحمامة باش يشوف واش غادي تجلس أو لا غادي تنزل في شي أرض يابسة. فرجعت الحمامة وشاف رجليها وما لقاش هناك أثر. من بعد فترة غادي يعاود يصيفطها بشيء من زيتون من شجرة الزيتون. فعلم نوح عليه السلام لأنه الماء بدا كيتناقض. من بعد فترة غادي يصيفطها، فرجعت فإذا في رجليها طين. وهنا علم سيدنا نوح بلي أنه الماء نزل وبلي هناك يابسة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. توقف المطر والأرض ابتلعت الماء ديالها، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. والجودي هو واحد الجبل اللي كاين ما بين دجلة والفرات، فرست عليه السفينة وبدا الناس كينزلوا واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهاد اللحظات لما استوت السفينة وعلم نوح بلي أنه الله أهلك أهل الأرض جميعا، تاع نوح عليه السلام رباه كان تيظن بلي أنه ولده راه فيه شوية من الإيمان من التوبة، ربما يكون كاع مؤمن وكتم داك الإيمان ديالو حيتاش كان شافو في معزل. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لا اعتراض على أمرك يا مولانا، يا ربي راه الوعد ديالك حق، أنت اللي وعدتني أنك تنجي الأهل ديالي، وهذا وعدك يا رب وأنت أحكم الحاكم، حكمك هو اللي كيمضي ما بين الناس. لكن غادي يرد عليه مولانا عز وجل على نوح عليه السلام فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كتقطع الروابط وكتنفصل الآثار وما كتبقاش الأنساب، كتقطع كلها إذا اختلف الدين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليسك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذا نوح عليه السلام بقى تيبكي وتيبكي سنين طويلة على هذا الطلب، كيفاش يطلب من مولانا انه يعفو لي على الابن ديالو اللي كان كافر؟ كيفاش يطلب من جل وعلا انه يغفر ليه ويرحمه؟ ربما كيظن نوح عليه السلام بلي انه كان مؤمنا لانه شافو في معزل، داكشي باش ما كانش كيطلبو في شيء من المعصيه، ولكن مولانا قال ليه بلي انه ليس من اهلك يا نوح، بحال مرتك اللي كفرات، هذا ابنك اللي كفر ولا ينفع. وهذا اكبر دليل على انه يوم القيامه ما تنفعك الا العمل ديالك الصالح، واخا يكون باك ولا خالك ولا امك صالحين. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. فبكى نوح عليه السلام ورفع يديه لمولانا عز وجل، قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس به علم،
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل: يا نوح أنت والذين آمنوا نزلوا من السفينة إلى اليابسة. حجاج ما بقاش في الأرض إلا الموحدون، ما بقاش على الأرض إلا المؤمنون، وهكذا أهلك الله عز وجل كاع المشركين جميعا. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وإذا ابن نوح عليه السلام كينزل عند جبل الجودي لما بين دجلة وما بين الفرات، هو والذين آمنوا، وبقى نوح عليه السلام سنوات في القوم ديالو، ما بقاش في الناس إلا ذرية نوح عليه السلام وكل من معه من المؤمنين اللي ما غاديش يولدوا بعد الطوفان من غير نوح والذرية ديالو اللي ولدوا، وجعل الله عز وجل ذرية نوح هم الباقين كما قال جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين. بقى نوح عليه السلام من بعد الطوفان كيعلم القوم ديالو وكيذكرهم بمولانا عز وجل وكيدعوهم لمولانا وكيخبرهم بما أمر الله عز وجل عليهم وأمر الله عز وجل به حتى جات الساعة ديال الوفاة ديالو عليه السلام. فإذا بك حدت ولده تيقول ليه: يا بني إني قاص عليك وصية آمرك بلا إله إلا الله. شفتوا قلب نوح عليه السلام الوصية ديالو عند الموت ديالو الولده أن يأمره بلا إله إلا الله. قال: فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة إلا رجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عندها سر عظيم عند مولانا، كلها أسرار معاش محطتها كتبقى ديما الميزان ديالها تقيل. لو كل السماوات السبع والأرضين كانت حلقة لقسمتهم لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأوصيك بالتسبيح كيوصي بالتوحيد وكيوصي بالعبادة لله جل وعلا، ونهى على الكبر ونهى على الشرك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحابه السفينة وجعلناها للعالمين. بقوا الناس من بعد نوح عليه السلام على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل وعلى الطاعة ديالو، حتى بدا كيدخل فيهم الشرك مرة أخرى وغادي ينتشر. وهذا هو كان صراع إبليس مع البشر، أنه كيخرجهم من التوحيد إلى الشرك، من الإيمان إلى الكفر، إنما يدعو حزبه باش أنهم يكونوا من أصحاب السعير. داكشي باش مولانا جل وعلا يوم القيامة كيخاطب البشر فيقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أيه إبليس هو الذي أضل الناس وغادي ينتشر الشرك فيهم، وغادي يرسل مولانا عز وجل لهم نبيا من أنبيائه من سلالة نوح عليه السلام من أبناء نوح والذرية ديالو، أرسل الله عليهم نبي الله هود، غير يرسلها لواحد الأمة اللي هي جبارة قوية، أمة اللي بتشاط بالأمم غيرها، أمة اللي بلغت بالقوة والعتو أنها كتخاطب مولانا عز وجل وكتخاطب الناس وكتقول: من أشد منا قوة؟ حتى شي حد في الأرض أقوى منا، نحن اللي أقوياء، نحن الذي نبطش بالأمم. فرسل لهم الله نبيا من أنبيائه. شنو قال لهم؟ كيفاش ردوا عليه؟ أشنو سلاح تيملكوا هاد النبي باش أنه يواجههم ويتحداهم به؟ واش آمنوا أو لا بقوا في الكفر ديالهم؟ شنو دار لهم مولانا عز وجل؟ لأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام كان تيخاف وكان تيتذكر العذاب الذي عذب به أولئك القوم. كتقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها بلي أنه يصفر اللون دياله لما كان يحصل له هذا الموضوع، لما تتكلم على هذا الموضوع. فالحديث ديالنا إن شاء الله في الحلقة الجاية غادي يكون هو على نبي الله هود والقوم ديالو. نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله في هذه حكايتي. ولكن قبل ما غادي نسالي معكم هذه الحلقه، عندي لكم سؤال في حلقه الليله: شنو اللي خلى ابن سيدنا نوح اللي هو يام انه ما يطلعش مع الاب ديالو في السفينه ويكون من القوم المؤمنون؟ سلام سلام.